بينما تنشغل الحكومة وأحزابها في تنافسها وصراعها مع قرب موعد الانتخابات، تتسع دائرة المظالم في العراق ويتسع معها حجم السخط الشعبي. أصحاب محال بيع الفواكه والخضروات في سوق خان التمر بمدينة كركوك نظموا تظاهرة رفضا لقيام جهة مجهولة بفرض رسوم وإتاوات على السيارات والعربات الداخلة والخارجة من وإلى السوق. محل ألف جيش حاطين كرفانات، كل واحد يفوت 5 و10 مو صحيح؟ والله احنا عمال، احنا عمال، اقف، احنا عمال نطلع ب 3 بالليل، ال 12 ما اشتغل دينار، بلقونا عوائد، ايجار، مولدات. انت علفنا يا ولد. عمي والله قدام يا ابو عربانه خطيه جاي من 3 الفجر، يشتغل على باب الله تعالى يطلع له 10,000 دينار، والله العظيم عربانه يعني. كم شو اخذوا منه 7,000 دينار، عشان ذنبه هو 7,000 راح يوديه لاهله يعيش بيه، يودي مسواق لاهله، يجي يشتغل بثلاث الفجر يطلع 7,000 10,000 قبل اخذوني منه. انا اخذت 25 صندوق، اخذت 25 صندوق 40 25,000 ها؟ شريت الملخن واقف لي يم المصلى، اقف لو ترجع لا تعطيني 25 وتروح. العشرات من اصحاب المحال والبسطيات والعربات عبروا عن غضبهم من قيام شخص غير معروف بنصب كرفان على الشارع وجبايه الاموال، فيما تحدث اخرون عن احاله السوق لمستثمر من السليمانيه قام بفرض وصولات جبايه وصلت الى 50,000 دينار على سيارات نقل الخضار والفواكه، مطالبين السلطات في المحافظه بالكشف عن الجهه التي ينتمي لها هذا الشخص. هذا مثل ب 100,000 ما يربح لنا كله 18,000 20,000، تلاقينا اجار العرباين وبيتك ب 300 اجاره 250 مولدك 50 سواقك 50-60 يوميه ما يعني ما تستقبل هاي الاشياء. والله والله نشتغل يومي وهذا يوميته 10,000 5,000 يجيب له صندوقين طماطم ياخذ منه 1,000 دينار. هاي شوف هاي حالته، ليش علي انا بالشبعان وما ادري بالجوعان؟ والله هذا الخن ليش؟ انت ليش ما يحتوى علي غير الفقير؟ بس الفقير يحتوى علي. السلطات الحكومية في محافظة التأميم أكدت أنها لم تفرض أي رسوم جديدة ونفت معرفتها بالجهة التي تقف وراء قطع وصولات لباعة الخضار في سوق خان التمر، وهو ما يؤكد حجم الفوضى وضياع القانون الذي يدفع ثمنه المواطن الفقير بينما يحظى المتنفذون بالمكاسب والامتيازات.